هنستكمل مع بعض العملية التانية، وهي عملية define activities، عملية تعريف الأنشطة. طبعا احنا لسه في مرحلة البلانينج، في مرحلة التخطيط. تعريف العملية، تعريف عملية الديفاين اكتيفيتيز، هي عملية بيتم فيها تعريف وتوثيق الاكشنز، تحديد وتوثيق اجراءات معينة بتنفذ عشان اخرج او عشان انتج مخرجات المشروع. طبعا احنا كنا في الشابتر اللي فات، شابتر السكوب، كان عندنا عملية الكرييت دبليو بي اس، وكنا استخدمنا التكنيك اللي هو الديكومبوزيشن، وكسرنا لحد ما نزلنا للورك باكج. ده كان اخر ليفل وصلنا له في الدبليو بي اس. هنا في العملية دي او في الشابتر ده بيتم عمل تكسير او ديكومبوزيشن للورك باكج عشان نطلع بقى ايه، قائمة بالانشطة اللي احنا هننفذها عشان نطلع مخرجات المشروع. فهي دي العملية الديفاين اكتيفيتيز، بنعمل ديكومبوزيشن او بنعمل تجزئة للورك باكج لاكتيفيتيز، سكادول اكتيفيتيز، لانشطة الجدول الزمني. دي طبعا اللي هستخدمها بعد كده في عملية الاستيميشن، في التقديرات، وطبعا هننفذ الانشطة دي وهنعمل عليها مراقبة ومونترنج اند كنترول. ندخل على الانبوتس والتولز والتكنيك والاوتبوتس. عندنا في الانبوتس البروجكت مانجمنت بلان، خطة إدارة المشروع، طبعا بتحتوي على السكادوال مانجمنت بلان، هي الخطة اللي بتقول لي ازاي او هاو هعمل كل العمليات اللي تيجي وراها، او ازاي هعمل الديفاين اكتيفيتيز. كانت بتديني الارشاد والتوجيه والمعايير اللي انا هستخدمها بعد كده. طيب السكوبز لاين كانت بتحتوي على ايه؟ كانت بتحتوي على ثلاث حاجات: البروجكت سكوب ستيتمنت، بتحتوي على الدبليو بي اس، بتحتوي على الدبليو بي اس ديكشنري. طبعا هنحتاج الدبليو بي اس في العمليه دي ليه؟ عشان نعمل ايه؟ عشان نعمل ديكومبوزيشن، يعني هنعمل تكسير للدبليو بي للورك باكج اللي هو موجود في الدبليو بي اس، عشان نطلع قائمة من الأنشطة، الأكتيفيتي ليست والأكتيفيتي أتريبيوتس والمايلستون ليست. طيب سريعا هندخل على التولز والتكنيك الرئيسي في العملية دي، وهو الديكومبوزيشن أو التجزئة. بيحصل هنا إيه؟ كل ورك باكج كان موجود في الدبليو بي اس اللي احنا وصلنا له في الشابتر اللي فات، بنعمل له ديكومبوزيشن او بنعمل له تجزئة او بنعمله تكسير لانشطه، لي activities required، مطلوبه to produce the work package deliverables. التولز والتكنيك اللي بعد كده هو من التولز المهمه جدا، هو موضوع الرولينج ويف بلاننج او التخطيط المتدرج. يقصد بموضوع الرولينج ويف بلاننج هي طبعا عمليه iterative، هو اسلوب تخطيط تكراري، iterative planning technique. يقصد بيه هنا ايه؟ ان الاعمال اللي احنا هننفذها على النير تيرم، او على يعني هننفذها على المستوى القريب او هننفذها على مدى قريب، دي بنخطط لها ان ديتيلز بالتفصيل. انما الاعمال اللي احنا هننفذها في الفيوتشر في المستقبل بنخطط لها على مستوى هاير ليفل، على مستوى عالي. طبعا ده احنا بنسميه او الرولينج ويف بلاننج، ده مثال على حاجة اسمها البروجريسيف الاوبريشن، او احد اشكال الاتضاح المتدرج. طبعا لو جينا نعمل هنا زوم، لو جينا نعمل زوم على الشكل اللي معانا ده، طبعا دي الانشطة اللي هي الاكتيفيتي A و B و C و D، دي اللي احنا هننفذها على النير تيرم، على المستوى القريب، فاحنا بنخططها. فاحنا ايه يعني بنخطط ان ديتيلز بالتفصيل. انما الاعمال اللي احنا هننفذها في الفيوتشر بنسيبها كده على المستوى اللي هو البلاننج باكج، او على المستوى هاير ليفل. احنا لسه ما نعرفش ايه اللي احنا هننفذه مثلا بعد شهرين او ثلاثه. طبعا دي بتكون في المشاريع الكبيره، يعني السكوب بتاعها احيانا مش بيكون واضح لنهايه المشروع، فاحنا بنشتغل شويه شويه، يعني بنشتغل يعني فقط في الاعمال اللي احنا عارفينها، بنكسرها وبنفصلها ان ديتيلز. انما الاعمال اللي احنا مش عارفينها
او اللي لسه في الفيوتشر دي احنا ايه بنخطط لها على المستوى الهاير ليفل زي كده بلاننج باكج 1 وبلاننج باكج 2. طبعا اللي هيسال يعني ايه بلاننج باكج ده مستوى اعلى من الـ من الـ من الورك باكج طبعا ده من الليفلز الموجوده في ال WBS لكن مستوى عالي شويه. المخرج من العمليه دي هو الاكتيفيتي ليست. يعني احنا كان عندنا انبوتس اللي هو السكوب ديزاين كان بيحتوي على الدبليو بي اس وبيحتوي على الورك باكج. استخدمنا تولز وتكنيك اللي هي الديكومبوزيشن وكسرنا الورك باكج عشان نطلع ايه بقى. هنطلع اول حاجه معانا اللي هي الاكتيفيتي ليست او قائمه بالانشطه. هي طبعا تشمل قائمه الانشطه الجدول الزمني المطلوبه في المشروع. طبعا الشكل اللي معانا ده هيوضح يعني ايه اكتيفيتي. طبعا الشكل ده لو عملنا عليه زوم احنا في المحاضره اللي فاتت كنا وصلنا للليفل ده اللي هو الليفل اللي هو الورك باكج اللي هو باللون الموف ده اللي هو مثلا الروف والجراوند رول او الكونكريت ورك اعمال الخرسانات والبريك ورك او البلاسترنج او التايلز ورك. دي كلها المستوى الورك باكج اللي هي يعني احنا بنسميها اعمال كذا اعمال كذا. يعني مثلا اعمال التايلز اعمال البلاسترنج اعمال الخرسانات اعمال البلوك وهكذا. يعني طالما انا بقول اعمال دي كلها الورك باكج. انما بعد ما بنكسر الورك باكج واللي باللون الابيض اللي معانا ده هو ده الانشطه اللي بيكون ليها ديوريشن وبدايه ونهايه. ده اللي احنا هننفذه هي دي الانشطه. احنا مثلا لو جينا نتكلم مثلا اعمال خرسانات كسرناها مثلا لاعمال الجراوند فلور كولم واعمال مثلا السلاب البلاطات او البيمز وهكذا. فهي دي كلها الانشطه اللي هي باللون الابيض. انما اللي باللون ده اللي هي الكونكريت وورك والبريك وورك او البلاسترنج كل دي احنا بنسميها الورك باكج او اللي هو كان اقل او اخر مستوى في الدبليو بي اس. ولازم تبقى عارف حاجه مهمه جدا، اخر مستوى في الدبليو بي اس هو الورك باكج وليس الانشطه. في ناس كتير ممكن تغلط في الموضوع ده. اخر ليفل اللوست ليفل او اقل ليفل في الدبليو بي اس هو الورك باكج. ده اخر ليفل، ده احنا كنا وصلنا له في الشابتر اللي فات في شابتر السكوب. انما احنا هنا في شابتر جديد بناخد الورك باكج ده بنعمل له ديكومبوزيشن عشان نطلع الاكتيفيتيز. تاني اوت بوتس موجود معانا وهو الاكتيفيتي اتريبيوتس وهو خصائص النشاط. لو نفتكر كده في الشابتر اللي فات لما اخذنا ال WBS و ال WBS ديكشنري وكنا وضحنا ان ال WBS ديكشنري ده كان بيوصف كل ليفل موجود في ال WBS او بيوصف كل ورك باكج موجود. يعني كان بيديله الاي دي بتاعه، ايه الموارد المطلوبه، ايه يعني اي معلومات احنا محتاجينها، وطبعا الكوست استيميشن كل حاجه موجوده في الورك باكج ده. يعني كان ال WBS ديكشنري كان بيوصف كل ورك باكج. هنا نفس الطريقه الاكتيفيتي اتريبيوتس بيوصف كل نشاط، يعني بيديله مثلا كل نشاط الاي دي بتاعه النيم بتاعه ديسكريبشن الوصف الموضوع السكسسور والبروسيسور يعني السابق او النشاط السابق واللاحق لكل نشاط اللوجيكال ريليشن شيب العلاقات ما بين الانشطه او والليد واللاج والريسورس ريكويرمنت متطلبات الموارد لكل نشاط. ولو في عندك كونسترين لو عندك قيود على النشاط ده والاسامبشنز ولو عندك تواريخ مفروضه عليه كل دي خصائص النشاط احنا بنسميها الاكتيفيتي اتريبيوتس. هنستكمل مع بعض الاوت بوتس اللي بعد كده وهو المايلستون ليست، قائمه بالمعالم. طبعا المايلستون هو مش نشاط، هو مش نشاط يعني ليه ديوريشن وهكذا، لا هو سيجنيفيكانت بوينت، هو هي نقطه هامه او ايفنت، هي نقطه او حدث هام في المشروع. انما ملهاش ديوريشن، هي المايلستون هاف زيرو ديوريشن، ملهاش اي فتره زمنيه، لانها بتمثل ايه؟ بتمثل نقطه او حدث هام او تاريخ هام في المشروع.
لو جينا نعمل زوم على الشكل اللي معانا ده اللي طبعا في الجدول الزمني يعني طبعا بنمثلها على شكل اللي هو الساند بوكس ده، هي نقطة أو حدث هام في المشروع، ممكن تبقى ستارت مايلستون، ممكن تبقى يعني تاريخ بداية مثلا توريد حاجة معينة، أو ممكن تبقى فينيش مايلستون مثلا نهاية أعمال معينة. مثلا لو جينا نقول ستارت مايلستون هي مثلا بداية أعمال الطرق، بداية أعمال التشطيبات، بداية أعمال كذا أعمال كذا، دي كلها تواريخ أو حدث هام في المشروع. أو مثلا في عندك توريدات، مثلا في حاجة مهمة عندك، محطة الكهرباء مثلا هيجيلك بعد 6 شهور، فطبعا منتظر التوريد ده، فهي في ديت معين أو تاريخ معين للتوريد ده، ده يعتبر معلم رئيسي أو حدث هام في المشروع، هو زيرو ديوريشن، إنما هو فقط هي نقطة أو حدث هام اللي أو ممكن يبقى تاريخ بداية ستارت مايلستون أو فينيش مايلستون. هو طبعا زي ما احنا شايفين كده هو زيرو ديوريشن، ملوش وقت، ملوش ديوريشن، هو فقط نقطة أو حدث هام. هو ده موضوع المايلستون ليست. يبقى احنا كده المخرج من العملية دي، من عملية الديفاين اكتيفيتيز، هي قايمة بالأنشطة الاكتيفيتي ليست والاكتيفيتي اتريبيوتس، خصائص كل نشاط، وقايمة بالمايلستون أو بالمعالم الرئيسية اللي في المشروع. في برضه هيطلع عندنا من العملية دي هو اللي تشينج ريكوست. هتيجي تسأل نفسك ليه ممكن يطلع عندي طلب تغيير وأنا لسه هنا في البلانينج، أو أنا هنا لسه بعرف الأنشطة. فاكرين لما أخذنا قبل شوية موضوع الرولينج ويف بلانينج أو موضوع البروجريسيف الاوبريشن؟ طبعا معظم عمليات البلان يعني بتمشي بمبدأ الاتريشن أو مبدأ التكرار. يعني ممكن وإحنا في البداية مثلا ما كانش واضح عندنا بعض الاكتيفيتيز، ما كانتش واضحه او ما كانتش معرفه، لكن واحنا اثناء تنفيذ المشروع وضحت عندنا الاعمال دي. ممكن اكتشفنا اعمال ولازم عايزين نضيفها للبيز لاين او الخط المرجعي للمشروع. فطبعا انا كمدير المشروع ما اقدرش انا بمزاجي ان انا اضيف او احذف اعمال او اغير في البيز لاين بمزاجي، لا لازم هناخد بعد كده ان لازم بتبقى عن طريق طلب تغيير رسمي بيتقدم بعد كده للسي سي بي. هي لجنه هي اللي بتدي الديسيشن، بتدي القرار سواء بالابروفد او بالريجكت. لكن المهم في الموضوع ده ان انا هيطلع عندي طلب تغيير نتيجه للاعمال اللي ما كانتش واضحه من البدايه، ما كانتش موجوده في الخط المرجعي في البروجكت بيز لاين، فانا محتاج ان انا اضيفها. فاي اضافه او تعديل في البيز لاين لازم تنتج عنها ايه؟ طلب تغيير، change request. وبكده يبقى احنا خلصنا مع بعض العملية التانية وهي عملية الديفاين اكتيفيتيز.